روحوا مباشره الى روسيكادا اسكيك ده، رحنا ضربنا جوله اسكيك ده، جبنا لكم حوايج خفيفه ومازالوا نهارات. تحيه لنا اسكيك ده. قبل ما كي قبل ما ندخلوا اسكيك ده كاينه واحد البلاصه يسموها يا ربي رمضان، بلديه رمضان جمال. وشوفوا البلديه مسمينها مع الشهداء. هذا البلاصه انا سميتها مشاريع عملاقه. اطلق الفيديو، اطلق اطلق العنوي، اقلع النوي، اقلع النوي يا عزيز. هذه يا عزيز اقلع النوي، هاي لك مشاريع عملاقه. انا كي جينا عاقبين في الطريق قلنا بالك هذو اثار تاع الرومان كيما نقولوا تيم قاد ولا جميله، قلنا ولا خلينا نضربوا دوره نتصور نديروا سيلفي انا وعزيز على اثار تاع الرومان. كي لحقنا واش لقيناه؟ لقينا بروجي داروا الذيابة في بلدية حام أبو زياد، بلدية رمضان جمال. هام لقى عباد الله، يا عباد الله شوفوا، يا عباد الله شوفوا الذيابة واش راهم يديروا في الجزائر، ما يحشموش يا سيدي. هما غطوا الفضيحة تاعكم، غطوا الجريمة، ريبوا البطوات هذو. شوفوا يا عباد الله، حنا قلنا هاي الطريق الطريق الوطني راهو من هيه، جينا عاقبين قلنا بالك راهم آثار تاع الرومان. رحنا قلت أنا وعزيز نديروا سيلفي في الآثار تاع الرومان، نديروا التذكار مثلا. كي لحقنا لقيناها مشروع، مشروع يا عباد الله، الناس ما تحشم ما تندب. ما فهمتش انا السلطات المحليه، الوالي والشاب الدائره والراكم. ها هذه القضيه هذه عندها 5 سنوات، المقاول سي برحات، هذه بلاصه يسموها سطيحه ويسموها هذا نيشارلو. واش بناو؟ بناو مشروع تاع سكنات، وكي لحقوا هذا خلاوه هكذا ابوندوني وخلاوه وقلعوا له الحديد، قلعوا قطعوا الحديد تاع البطوات. شوفوا يا عباد الله هذه ها سوق الحمار في كل مكان، سوق الحمار رمز من رموز الفساد. يا عباد الله مشي يا عزيز، مشي مشي بها القلب، يقعد يحكم لي كريز كاردياك. المهم زيد مشي يا عزيز زيد. ها ها المشروع، شوف كيف داير. هاليك القريه مسميات اللي بناوها هذه واحده، روح لسكيك للدو، هيا عقب للدو. زيد هنا اقعد انا وياه، هذه بلدية عين بوزيان في الخلاء. شوفوا الذيابة واش راهم دايرين، بانين هذا المبنى في الواد في الطريق في الخلاء، علاه ما نعرف. سؤال إلى والي ولاية سكيكدا وإلى شاف دايرة تاع الحروش، اللهم اللهم أظن على ما أظن دائرة الحروش، ما يهمش دائرة الحروش ولا دائرة تمالوس ولا المولى دائرة اللي كاينة وخلاص. فهمونا في هذا المبنى اللي درتوه في الواد في الخلاء، هذا المبنى واش هني؟ ها عزيز المبنى وجهني. ها الذيابة كيحبوا يديروا المنكر، يحبوا يفسدوا، يدوا العقل في المالية ويبنوا في الخلاء ويخسروا دراهم الشعب، دراهم اليتامى، وما يحشموا ما يندبوا. كي تهضر معاهم يا خويا يعدم وجههم طلسين، ويهضر معاك نورمال وجههم طلس. هاوليك البنيان هذا ما فهمناش علاه بنيتوه في الخلاء وعلى راه ما بوندوني. المهم حنا من خلال هذا الفيديو نوجهوا نداء يا جماعة، هذا البنيان اللي كنت قفلوا عليه راح يصرى له كيما خاوتو. علاه يعني يديروا هاي؟ ها شوف يا عباد الله، شوف بنيان فيني ما نعرف شحال مخلص من مليار دراهم الشعب، ابوندوني جاي في الخلاء، الفائده ما نعرف. كون عطيتو كاش واحد سكن فيه، كون عطيتو كاش زوالي، كون ديتو انتوما يا ذيابة، كون كاش ديب من ذيابة داه دار عليه صورو داه، ما عليش اسيدي. انتوما راكم من بكري وجوكم مطلسين وسراق تسرقوا في مال الشعب، ردوه وما تخلوش هكذا ابوندوني يا ذيابة. والزوالي مسكين كان يبني كاش قربي يستر وليداتو تقوموا عليه الساعه وتعطوا له 40 تهمه التعدي على الزوالي، كيبني دار يستر بها روحه يديروا له 40 تهمه التعدي على العقار فلاحي، على البناء بدون امتلاك رخصه، ما عندوش العقد تاع الاخر، وحاوى زعزع الامن تاع البلاد، ودا اثار الفتنه، ودار تجمعات بدون الرخصه، وخلاها الزوالي يا علاه بنا دار يستر وليداتو، وانتم كليتوا كاع البلاد خنتوها يا خوانا، ما كانش نهضر معاكم. الزوالي مسكين يديش كراح حليب تقوموا عليه القيامه، خيانه العظمى، سارق، خاين، سارق كراح حليب، خاين الوطن، وقوموا عليه الحد، ودار الفتنه في البلاد، ايادي خارجيه، وانتم ما كليتوا البلاد بعتوها، ما كانش نهضر معاكم.